احنا عادة بنيجي مولد السيدة زينب كل سنة نحتفل بذكرها طبعا بالأناشيد الدينية وإطعام الطعام ودي عادة مصرية 100% بنحتفل بمولد السيدة زينب. المولد دي بتبقى حاجة حلوة إن الناس بتتجمع، يعني ناس بتيجي من أسوان وناس بتيجي من مرسى مطروح وناس بتيجي من السويس ومن سينا، كله بيتجمع في حب على البيت، حب السيدة زينب. سيدة زينب في أجواء شعبية حارة تشعرنا بحبنا لبيت أهل البيت وذكرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. الإعلام هذا لازم يظهر للعالم، يظهر للعالم حب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لازم. وشيء جميل إننا نشوف في مصر أم العرب هذا الأجواء الحارة، جميع الأخوان المصريين كلهم